حلقة جديدة من كشك الصحافة نطالع فيها. دبلوماسي غربي يتفاجأ بخبر تعيين خاطفه قياديا حوثيا. وقفة احتجاجية في سواحل المخا ضد سفينة إيرانية تهدد حياتهم. نجم بوليود أميتاب باتشان يدفع ديون مئات المزارعين في الهند. أهلا بكم. خلال عمله للمرة الثانية مستشارا إعلاميا ضمن البعثة الدبلوماسية الأمريكية في اليمن خلال العام الماضي 2017، ضحك الدبلوماسي الأمريكي هاينز ماهوني حين أخبره محرر المصدر أونلاين أن مبارك المشن الزايدي صار قياديا في جماعة المتمردين الحوثيين، وعلق بلغة عربية ركيكة: هذا مكانه الطبيعي. ويفيد الموقع: حضر الحديث عن الرجل كون الزايدي أول من نفذ عملية اختطاف ضد الأجانب في اليمن عام 1992، وكان الضحية هو الدبلوماسي الأمريكي ذاته. والزايدي زعيم قبلي وشخصية عسكرية سابقة، وقد اختطف الدبلوماسي الأمريكي ليلفت نظر الرئيس السابق صالح لمطالب يريد منه تلبيتها، وكانت تلك الحادثة هي مفتتح عمليات اختطاف الأجانب. توالت عمليات اختطاف الأجانب بعد ذلك، وبعد سقوط الدولة في أيدي ميليشيات الحوثي استولت حتى على الاختطافات، وأصبحت الاختطافات عملية منظمة ومدروسة لأهداف متعددة. وهذا ما أكدته الخارجية الأمريكية في بيان لها في مايو 2017 بالقول إن الجماعة المتمردة بصنعاء أي الحوثيين اعتقلت مواطنين أمريكيين بشكل منهجي، ورغم ذلك لم تصنف أمريكا الحوثي كجماعة إرهابية حتى اللحظة. ونفذت ميليشيا الحوثي أول عملية اختطاف أجانب في يونيو 2009، حيث اختطف 9 أجانب يعملون في مستشفى بمحافظة صعدة، وقتلت 7 منهم بعد أيام من الاختطاف. ثم استمرت الميليشيا في تنفيذ الاختطافات، إلا أنه لا توجد إحصائية دقيقة عن عدد الأجانب المختطفين في سجون الحوثيين ولا عدد الأجانب الذين تم إطلاقه سراحهم. لكن المؤكد هو أن ظاهرة اختطاف الأجانب تزايدت بشكل ملحوظ، وأصبح الحوثيون يتاجرون بهؤلاء الرهائن ويتم الإفراج عنهم غالبا بوساطة عمانية. اليمن: أي مفاوضات قبل تحرير الساحل تطيل أمد الحرب؟ تحت هذا العنوان كتب عبد الوهاب العمراني مقاله في الموقع بوست. السلام قيمة إنسانية تستحق التضحية والكفاح من أجلها، فلا تستقيم الحياة بدونها ولا تبنى الأمم من غير سلام. لسنوات طويلة واليمنيون يتطلعون إلى السلام، وكلما بدا أنهم اقتربوا منه عصفت بهم موجات من الصراعات والعنف والحروب تنقلهم إلى مربع الصفر الذي يبدأون منه الحديث عن السلام في مشوار جديد لا يستند على أي تراكم يوفر أفقا واضحا لهذه العملية أو ينتج قدرا من الثقة تبدد المخاوف التي ولدتها التجارب القديمة الفاشلة. في اليمن كان السلام يأتي ليوقف حربا أو يفك نزاعا أو يجمد صراعا دون أن تتجه الأطراف المعنية بعملية السلام تلك إلى الأسباب الحقيقية التي أدت إلى الحرب أو الصراع أو النزاع، ويترتب على ذلك أن تبقى أسباب الصراع والحروب قائمة، وكل ما يتم والتوافق على تسويات تجمد الخلافات التي لا تلبث أن تعيد إنتاج نفسها في صور جديدة من التناقضات السياسية والاجتماعية على نحو أشد، بعد أن تكون قد حفرت في المنى الاجتماعية الهشة مسارب إلى الانتقام والثارات وغير ذلك من نزعات التغلب التي لا تقف عند حد. لم تدرك أطراف الصراع بما شهدته من ألوان التحالفات وتبدلاتها أن السلام ليس قضية معزولة عن حاجة الناس إلى الدولة التي ستنتج الديناميات التي ستحمي السلام وتجعل منه قيمة سياسية واجتماعية وثقافية وأخلاقية في مواجهة نزعات الحروب. السلام بدون دولة تحقق الاستقرار وتوطد الأمن وتحفظ حقوق الناس لن يكون غير تهدئة مؤقتة يصاحبها جمود لا يولد أي قدر من ممكنات التوافق على حياة مشتركة خالية من الصراعات. إنما يحتاجه اليمن هو السلام الذي تحمله وتحميه
دولة مستقرة، وما لم نتجه بالحل في هذا المسار فإننا سنكرر نفس الأخطاء القديمة التي جعلت السلام مجرد غطاء للموقف السلبي من الدولة والذي أفرز كل هذه الصراعات والحروب. باختصار، لا نريد مجرد مفارعة، وإنما نريد موقفا من القضية الرئيسية وهي بناء الدولة، وموقفا من حق الشعب في تقرير خياراته السياسية لحل القضايا المعلقة ومنها قضية الجنوب. تعبنا من المفارعة بمسميات لا تحمل دليلا واحدا على معرفة جوهر المشكلة، وآن الأوان أن ينطلق السلام من جوهر المشكلة. قال موقع صحوة نت إن الصيادين اليمنيين في المخا يتحدثون عن سفينة تهددهم وتضيق عليهم رحلتهم للاصطياد، ولكن ما هو جنسية واسم هذه السفينة؟ وإجابة ذلك جاء في عنوان للموقع: سافز سفينة إيرانية في البحر الأحمر تهدد صيادي اليمن. وقال الموقع إن السفينة الإيرانية تواصل الإبحار بالقرب من المياه الإقليمية اليمنية في تهديد كبير لخط الملاحة الدولية ولصيادي اليمن. وناشد صياد الساحل الغربي في المخا والذباب بحمايتهم من خطورة وتهديدات السفينة سافز التي تشكل خطورة على حياة الصيادين والمياه الإقليمية اليمنية والملاحة الدولية في منطقة البحر الأحمر. جاء ذلك في بيان صادر عن الوقفة الاحتجاجية الرافضة لتواجد السفينة الإيرانية في المياه الإقليمية والبحر الأحمر والتي نظمها الصيادون والاتحاد السمكي بمحافظة تعز الساحل الغربي في مديريتي المخا وذباب بالساحل الغربي بمحافظة تعز. وعبر الصيادون في البيان عن رفضهم لتواجد سفن إيرانية المشبوهة في البحر الأحمر، وطالبوا بإبعاد السفينة العسكرية المتخفية بغطاء تجاري، وأفادوا أنها تحمل أجهزة اتصالات وتنصت ورادارات، وتعد مركز قيادة وسيطرة عائم في البحر الأحمر وغرفة عمليات عسكرية للتنسيق وتوجيه ميليشيات الحوثي. الجهل المقدس أو الجهالة؟ تحت هذا العنوان كتب الروائي العربي المعروف واسين الأعرج مقاله في صحيفة القدس العربي. وقع المجتمع الإسلامي في عمومه تحت ضلالة شيء قدسه وهو ليس كذلك، تلك قداسة الجهالة، بل دخل في مساحة الشرك دون أن يدري. وكم من ضحية كان سببها الجهالة المقدسة التي كسرت كل إمكانية للتنور والتطور. لا يوجد شيء أكثر فتكا بالمجتمعات من الجهالة أو الجهل المقدس، تلك القنبلة الموقوتة التي ظلت تنمو زمنا طويلا في الجسد العربي وفجرت فيه لإنهاكه في حروب السنوات الأخيرة، وستأتي عليه إذا ما بقيت وتيرة التطور على ما هي عليه اليوم. إن الديني والعرقي والإثني والطائفي واللغوي، مع تغييب كلي لثقافة وازنة في وعي الناس، ستكون هي المتحكم في الحروب المقبلة إذا لم توجد حلولا حقيقية للمعضلات الكبرى التي تخترق الجسد العربي، وستكون هي المتحكم الأساسي في المجموعات الكبيرة أو الصغيرة ضحية الجهالة. في العالم العربي يتداخل المفتيان الديني والسياسي، فهما يمتلكان القاعدة الجماهيرية نفسها، وكذلك المنابر الموصلة للخطاب كالصحف والقنوات والمساجد ومقرات الأحزاب التي منها يعلنون عن فتواهم التي تسلم وفق منطق الجهالة، أي بلا سجال أو نقاش. وللخروج من دائرة الإدلال المعرفي غير المعترف بالطاقة البشرية وقوتها، يحتاج العربي إلى تدمير الجهالة المقدسة لندخل بعدها في المعرفة التي تخصنا وتخص عصرنا، حتى نستطيع أن نجيب عن الأسئلة التي تشغلنا اليوم. المشكلة هي أن الجهالة التي هي درجة عليا في سلم الجهل وليست قصرا على محدودي الثقافة والتكوين العلمي والجامعي، تغلف كل خطاباتها السياسية بالغلاف الديني، وهذا بالضبط ما يريده أعداء العرب. وإذا استمر الوضع على ما هو عليه، فبعد أقل من نصف قرن سيتحولون إلى حطب يابس يسخن عليه الآخرون القادمون لنهب ما بقي حيا وواقفا.
صحيفة الأيام تنقل عن ناطق لواء العمالقة قوله: الحوثيون خرقوا الهدنة وقواتنا أحبطت تسللهم. وقالت الصحيفة: عاد الهدوء إلى مدينة الحديدة التي وضعها مجلس الأمن الدولي نصب عينيه، وبدأ بحث إصدار مشروع قرار بريطاني يوقف القتال وإعلان هدنة تتيح الدخول في مفاوضات سلام برعاية أممية في السويد. وتنقل الصحيفة عن العقيد وضاح الدبيش الناطق الإعلامي لألوية العمالقة قوله: إن مقاتلي العمالقة أحبطوا هجوما للحوثيين، وإن جثث المهاجمين ما تزال في أزقة مدينة الصالح، كما تم أسر 4 منهم. وأوضح ناطق العمالقة أن الحوثيين استغلوا الهدنة ليس فقط للهجوم والتسلل، وإنما لتفخيخ جديد للمباني العامة خصوصا في منطقة كيلو 4، بالإضافة إلى زراعة أكبر عدد من الألغام والعبوات الناسفة في المدارس والمحطات وأحياء مدينة الحديدة. وأشار الدبيش إلى أن الحوثيين قصفوا منازل المواطنين في مدينتي التحيتة وحيس، مؤكدا أنه لولا الهدنة لكانت قوات العمالقة الآن قد استكملت خطتها للسيطرة الكاملة على مدينة الحديدة ومينائها، لكنهم التزموا بالهدنة من وازع إنساني بغية تمكين باقي المدنيين من كسر حصار الحوثيين لمنازلهم والخروج إلى أماكن آمنة. ليس بالتوافق وحده تنجح الثورات. تحت هذا العنوان كتب عصام شعبان مقاله في العربي الجديد مضيفا: يمكن استنتاج أن إخفاقات حكومات ما بعد الثورة يراد أن يستخدمها بعضهم إدانة للثورة، وليس نقدا لمكونات الحكم أو الطبقات المهيمنة والمتحكمة في اتخاذ القرار. وإذا ما ترسخت هذه الإدانة في الأذهان فإنها ستعني ببساطة إدانة أي حراك شعبي مستقبلا، أو منع ظهوره تحت سطوة الإحباط مرة أو الإخفاق مرات، أو عبر استخدام مختلف أدوات الترهيب سجنا واعتقالا. ويعد التدخل الإقليمي في إدارة شؤون البلاد العربية بعد الثورات أحد أدوات الثورة المضادة أيضا، لأنه يكرس التبعية ويبعد متخذ القرار وأصحابه الحقيقيين من إعلاء صوتهم. وتمثل هذه التدخلات أيضا في أغلب حالاتها تخريبا، حتى لو تمظهرت بأنها تقدم مساعدات مالية لحكومات ما بعد الثورة. يبقى أن تجربة تونس ما زالت تشكل حالة النجاح الوحيدة من فخ السلطوية والإسلاموية والعنف السياسي، وأن قيمة الحرية والحق في التعبير وحفظ قيم المدنية والحوار مكسب مهم سيساهم في تطوير آليات الصراع وإنتاج حلول وبدائل إذا تكتلت قوى المجتمع التونسي في هذا الاتجاه. وعلى الرغم من مشكلات تونس الاقتصادية والتي ستدفع إلى الحراك مجددا، إلا أنها تعطينا نموذجا أن ثورات الربيع العربي يمكنها النجاح والسير إلى الأمام إذا مثلت قوى الحكم آمال شعوبها. وليست كل البلاد مثل سوريا والعراق، ويمكننا الحلم بواقع أفضل والطموح إلى تحقيقه في تونس ومصر وغيرهما من الدول العربية. احتجاجا على محاولة الاغتيال التي تعرض لها رئيس جامعة تايز وإصابته ومقتل أحد مرافقيه، فإن جامعة تايز تعلن تعليق الدراسة احتجاجا على تعرض رئيسها لمحاولة اغتيال. وقال موقع الحرف 28 إن مجلس جامعة تايز أعلن تعليق الدراسة والعمل في جميع الكليات والمراكز احتجاجا على محاولة اغتيال رئيس الجامعة الدكتور محمد الشعيبي. وقال مجلس الجامعة في بيان مقتضب إنه عقد اجتماعا استثنائيا وقرر تعليق الدراسة والعمل في الجامعة في جميع الكليات والمراكز، وذلك حتى يتم إلقاء القبض على الجنات ومعرفة من يقفون وراء محاولة الاغتيال الآثمة التي تعرض لها رئيس الجامعة. وحمل مجلس الجامعة السلطة المحلية واللجنة الأمنية والجهات المسؤولة عن توفير الأمن والمسؤولية عن حياة رئيس الجامعة وسلامته الشخصية وسلامة جميع منتسبي الجامعة إزاء ما قد يتعرضون له من تهديدات أو مخاطر أمنية. الصحفية ماري بورو كتبت في صحيفة لوموند الفرنسية عن اليمن بعنوان: رغم انفتاح نافذة للفرصة
تبقى الهدنة معقدة. تشير الإشارات الإيجابية ولكن الهشة إلى إمكانية إنهاء الأزمة بعد 3 سنوات من الحرب ومقتل أكثر من 10,000 شخص في اليمن. تضيف الصحيفة أو الصحفية في مقالها المترجم خصيصا لقناة بلقيس إلى المملكة المتحدة قدمت مشروع قرار إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وهو أول دعم لوقف إطلاق النار منذ بداية النزاع عام 2015، وقد انتقدت لندن علانية بسبب بطئها في إجراء لوضع حد للصراع في اليمن، إلى أن هناك اليوم فرصة للضغط من أجل القرار الذي ينتظره الجميع منذ وقت طويل. الأمم المتحدة كانت قد دعت إلى وقف فوري لإطلاق النار في الحديدة، وهي مدينة ساحلية حيث يمر جزء كبير من المساعدات الإنسانية الأساسية عبرها. هل تعود الديمقراطية إلى أمريكا؟ تحت هذا العنوان كتب الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد والأستاذ في جامعة كولومبيا جوزيف ستيغليتس مقاله المعاد نشره في صحيفة الغد. لفترة طويلة من الزمن ظلت الولايات المتحدة تعتبر نفسها معقلا للديمقراطية، وقد روجت للديمقراطية في مختلف أنحاء العالم، وحاربت بتكلفة كبيرة من أجل الديمقراطية ضد الفاشية في أوروبا أثناء الحرب العالمية الثانية، والآن أصبح الكفاح في الداخل. ربما لم تتحقق مثل الحرية والديمقراطية والعدالة للجميع في أمريكا بشكل كامل قط، لكنها أصبحت الآن موضعاً لهجوم صريح، فقد تحولت الديمقراطية إلى حكم القلة بواسطة القلة من أجل القلة، وأصبحت العدالة للجميع متاحة لكل من يتمتع ببشرة بيضاء وقادر على تحمل تكاليفها. هذه ليست مشكلة أمريكية بحتة بطبيعة الحال، ففي مختلف أنحاء العالم استحوذ رجال أقوياء لا يلتزمون بالديمقراطية إلا قليلا على السلطة، ويزعم بعض المراقبين وهم ينظرون إلى الماضي أن هذا أيضا سوف يمر. فكر في كل الطغاة الكريهين في ثلاثينيات القرن العشرين، فكر في أولئك من أمثال سالازار في البرتغال وفرانكو في أسبانيا الذين ظلوا إلى حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية، الآن لم يعد لهم وجود جميعا. مع ذلك لابد أن تذكرنا لحظة من التأمل بالبشر الذين أزهق أرواحهم هؤلاء الطغاة، ويتعين على الأمريكيين أن يواجهوا حقيقة أن رئيسهم دونالد ترامب يساعد ويحرض زمرة اليوم من الطغاة الناشئين. هذا مجرد سبب من أسباب عديدة تجعل من المهم للغاية في عامنا هذا أن نحصل على كونغرس ديمقراطي قادر على توفير الضوابط الكفيلة بضبط ميول ترامب الاستبدادية، وأن ننتخب مسؤولين على مستوى الولايات والحكومات المحلية يعيدون حق التصويت لكل من لهم الحق في الإدلاء بأصواتهم. إن الديمقراطية موضع هجوم سافر الآن، وجميعنا ملزمون ببذل قصارى جهدنا حيثما كنا لإنقاذها. في الأخبار المنوعة الأكثر انتشاراً اليوم ما جاء في موقع شبكة البي بي سي والتي عنونت نجم بوليود أميتاب باتشان يدفع ديون مئات المزارعين في الهند. وقال نجم بوليود أميتاب باتشان إنه دفع ديون مئات المزارعين، مشيراً إلى أن قيمتها بلغت قرابة نصف مليون دولار، كما تكفل بدفع ديون 1398 مزارعاً، وقال إنه يشعر بأنه حقق إنجازاً كبيراً. أوضح أن جميع المزارعين من مقاطعة أوتار براديش التي ولد فيها، ويرزح عشرات الآلاف من المزارعين الهنود تحت وطأة الديون، ويعاني قطاع الزراعة منذ عقود من الجفاف ومن تناقص المياه وتراجع الإنتاجية بسبب انعدام التجهيزات العصرية، وتعزى حوادث الانتحار بين المزارعين إلى هذه المشاكل التي يعانون منها، إذ انتحر نحو الآلاف من مزارعي الهند منذ 1995. ويعد أميتاب باتشان البالغ من العمر 76 عاما واحدا من أشهر الممثلين في الهند، وبما أنه لا يمكن إحضار جميع المزارعين إلى مدينة مومباي التي يقيم فيها أميتاب، فقد حجز قطارا لنحو 70 منهم يستقبلهم في بيته ويقدم لهم بيانات الديون المدفوعة. صور بديعة ومتنوعة نشرتها صحيفة ديلي تيليجراف ونحن نعرضها عليكم في جولتنا المصورة لهذا اليوم. إلى الصور. We'll be right back.
تحسس الكاريكاتور حين شعر أصحاب الرأي بالخوف عن الإفصاح عن آرائهم وأظهروه عبر الرسم، ومع الوقت تحول الأمر إلى فن قائم بذاته. ماذا رسم لنا فنانو الكاريكاتير لهذا اليوم؟ نتابع. إذا بهذه المجموعة من الصور ورسوم الكاريكاتير نصل إلى ختام حلقة هذا اليوم، شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.